تمريره كره لشقير محاوله من جانب خلدون، يا سلام على المرور وعلى التسديده، الله سلام على التسديده، سلام على الهدف، تسديده من اجمل ما يكون، والله على المرور، مرور بصوره جميله من احمد بشير، ونظره للشباك ومعانقه للشباك ومعانقه للفرحه ومعانقه للهدف ومعانقه للجمال بجمال الهدف، يا احمد يا بشير الله على الرد. عيسى سيد قال ما في شيء، حكم المباراه، ملعوب الكره، ادواردو يلعبها، شوف تقدم لحارس المرمى، زيادة عددية في لحظات أخيرة والوقت خلاص قد انتهى، الوقت انتهى، وهل يقضى الأمر أم أن هناك رأي آخر؟ التقدم للأمام والكرة ملعوبة، تمريرة والكرة في الجول، يا الله الله يا طارق ورداني، الله يا طارق ورداني على نضال جميل، على لقطة رائعة، على تسديدة، الله يا للإثارة، يا للجنون، يا للدهشة، يا للمتعة، يا لجمال كرة القدم، يا لغرامة كرة القدم. قلنا يا جماعة بطولة ولعب فيها السحر الحلال، فيها المفاجآت، فيها الإثارة، في اللحظة الأخيرة يأتي هدف التعادل لفريق سون، وكأن كرة القدم تكرم طارق ورتاني الحارس على استبساله، على تألقه، وحتى اللحظة الأخيرة يأتي الهدف. هذا العام عام ليس كأي عام في كرة القدم، كما رأيناه في الشامبيونز ليج.